تعرف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على سلامة يا ناجي بيك. الله يسلمك هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت وهو. اصحى. يلا. أعرفكم يا أولاد هاني جمال الدين. هتشترك معانا في العملية. من دلوقتي تعتبروها زي اختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. ابراهيم. ابراهيم عزقلاني. ابراهيم بتاع العبري. الله. هو انا صيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري. طبعا بطل العالم في الوثب الطويل. ده مين الفتاي اللي قال لك المعلومة الغلط دي؟ انت مالك، انت ما تسكت خالص. انا كنت بحاول اوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر. عبقري الكمبيوتر والليزر. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. أنا أسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا أنا نشنت غلط؟ ده أنت نشنت ونشانك راشة يا ست العرايس. فرصة سعيدة جدا يا جماعة، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس أنت بتتكلمي مصري كويس أوي. أصل أنا عشت في مصر 6 سنين. إيه ده بجد والله؟ كنت عايشة فين؟ في مصر الجديدة في الكرب. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكربه. كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونت، صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوشه ما بتقلعوش، صح؟ فوشه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلاقي ايه؟ امال فين الحاجه فاطمه؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن عندي لما اغصح مو، وحاسس بوليعه في صدري كده لما اخصم. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. سلام يا قمر. انا عشان نفسي. لا انا مش، والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. لا انا مش. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا، هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت منين؟ من اسرائيل. أصلها إسرائيلية، اسمها هاني ألدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهودية؟ معلش 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 الله يا باشا، لا مؤاخذة يعني، ما كده أفوك الواحد هيضرب يا باشا. يعني هل هي إسرائيلية ولا مصرية؟ أنا هقول لكم، أنا مولودة في لوجانو على حدود إيطاليا. دي طلعت إيطالية، ده على آخر القعدة هنلاقيها من دمنهور. أبويا اسمه جمال الدين أبو سيف، كان رجل أعمال مصري واتجوز من أمي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع أب مسلم وأم يهودية. بس بابا كان متمسك جداً بالأصول العربية والإسلامية رغم الغربة اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقرآن من وأنا طفل، لدرجة كان لما يشوفني وأنا بقرأ مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسة هدية. ربنا يفتحها عليك يا هنية، ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح، ويوعدك بالجنة أنت وأبوكي. اللهم أمين. أمي طبعاً ما عجبهاش الكلام ده،
وانفصلت عن بابا وراحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا اختي. آه ما هو لمؤاخصة المارة إذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها لمؤاخصة ما تستاهلش اللقمة اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومة في فلسطين وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الإسرائيلي. كان دايماً يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشية اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن آلاف الأطفال اللي ماتوا من غير ذنب على إيدين الصهاينة. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش أكتر، كنت بلعب بعروستي زي أي طفلة، وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجأة دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت أنا واستخبيت ورا الستارة، كنت خايفة وببكي بس كاتمة صوتي عشان محدش يسمعني، وما كانش بإيدي أعمل له ولا أي حاجة. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصة كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايوه دي الوطنية اللي حطت عليك فجأة دي. كنت بحاول أعبر. ايه؟ كنت بحاول أعبر. تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص. بعد ما حصل اللي حصل كان لازم أروح أعيش عند ماما في شنيف. طبعا حاولت بكل الطرق إن هي تعمل لي غسيل مخ وتهودني، بس أنا ما طقتش ورحت عشت عند عمتي في مصر كام سنة. قعدت هناك وبعدين رجعت لماما قلت لها أنا خلاص يا ماما هسمع كلامك. راحت جابت لي منحة من الجامعة العبرية في تل أبيب وعشت هناك. عشت هناك وأنا ما نسيتش لحظة واحدة يوم ما دخلوا على بابا المكتب وقتلوه قدام عيني. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً، أهلاً أهلاً يا ناجمين، نورت. ازيك يا حاجة فاطمة؟ الحمد لله. والله وحشانا يا ست الكل. وانت كمان. يلا انت وهو كل واحد يبوس ايد الحاجة فاطمة. يلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يا بنتي؟ ما قدمتي شيء لضيوفنا؟ معقولة هذه؟ لا معلش بقى، ما هو من عشر الأم، ما أصلها عايشة في تل أبيب. أبدا والله، حتى عيدها مخروم. يلا يا بنتي روحي سخني الأكل. لا معلش معلش يا حاجة فاطمة، احنا مقدرين الظروف. ظروف؟ شو قصدك بالظروف يا ناجبي؟ قصدك الحصار اللي حوالينا؟ احنا ولا بيهمنا، وبعدين اللقمة إذا ما بياكلوها الأحباب مع بعض ما إلها طعم. ربنا يخليك يا حاجة فاطمة. ما قلت لي يا ناجبي، إمتى ناويين إن شاء الله؟ الليلة دي بعد المغرب إن شاء الله هنتكل على الله. لا بلاش الليلة. ليه يا حاجة؟ لأنه المقاومة ضرب جندي إسرائيلي والجيش بمشط الحدود كلها. بس النهاردة السبت وده بيبقى أجازة وتل أبيب كلها فاضية زي ما احنا اتفقنا. خليها السبت الجاي، يوم عن يوم ما بيفرق. هنقعد أسبوع هنا معقولة؟ وماله يا ناجبي، بنستأنس بيكم. وهنقعد فين أنا والجيش ده كله؟ في بيت أخوي زياد، بيته واسع وكبير والبيت يوسع ألف حبيب. يا فايز، أنا لما قبلت أجوزك أختي صباح ما كنتش أتصور إنك تعمل هالعملة المشينة هذه. كيف ترفع إيدك عليها يا فايز؟ كيف؟ يا زياد يا أخوي، هذه مرتي وأنا حر فيها، ما تتدخل في حياتي بالله عليك. اسمع يا فايز، أخطائك زادت كتير وأنا ساكت عليك. إيش؟ أنت بتهددني يا زياد؟ أنا ما بتهدد. أنا ما بهددكش. أنا مانع عنك ابني حامد، ما تنساش إنه في الشرطة، ولو عرف اللي بتعمله ما راح يسكت لك. رحت وأخذت مصاري الحجة وما رجعتهاش،
نقلت أرض أختي صباح باسمك وقلنا ماشي هم حرين، وحق مية البير ما بتدفعهاش لفارس، الزلمة بيجي ياخدها منك. هذا كتير كتير يا أخوي اللي فينا مكفينا، الله يرضى عليك. يا صباح يا صباح، يلا يا أختي يلا روحي مع جوزك، الله يهدي بالكو، مع السلامة. ألو حجة فاطمة، إيش أخبارك يا عمتي؟ وين الشباب؟ ما عجوش لهالوقت؟ ها؟ أكيد هما ما توصلنيش عليهم. ناجي بيه، اهلا اهلا وسهلا ناجي بيه. مساء الخير يا عم زياد. مساء الخير يا ناجي بيه، تفضلوا تفضلوا يا جماعه. معلش طبنا عليك كده زي القدر مستعجل، اتعشى من الحاج فاطمه تكون شرحت لك الموقف. اما تقولش كده يا ناجي بيه، البيت بيتكو. ما تاخذونيش يا جماعه، الاولاد برا بس انتم ببيتكم، يعني اللي بيحب ياكل اشي او يشرب اشي يتفضل المطبخ هناك. اجعله عامر ابو زياد. تسلم يا ناجي بيه تسلم. انا داخل اعمل شاي، حد عايز شاي؟ يلا روح. ايه يا ابطال هتضلوا واقفين كده؟ ايه لا يلا يلا غيروا ملابسكو، الغرف فوق بالطابق الثاني، وكل واحد يلبس الجلابيه يلي على قده، اعتبروا حالكو ببيتكو، انا عندي شباب زيكو، الله يخليكو ويديمكو. تفضلوا تفضلوا يا هلا يا اهلا وسهلا بيكو، اتفضل اتفضل ناجي بيه، اتفضل يا اهلا وسهلا ناجي بيه، اهلا وسهلا شرفتنا. والله كلها كرم يا عم زياد. تسلم تسلم، والله وحشتني مصر. انت تشرفنا في مصر في اي وقت يا عم زياد. ناديني ابو طارق. ابو طارق؟ مين طارق فضول يا ابو طارق؟ الأول على اليمين ده الصغير؟ لا ابني الكبير البكر، أول خلفتي، ربنا يفك أسره. هو معتقل؟ اي اعتقلوه الصهاينة من 16 سنة، كان لسه ما كملش 16 سنة. مسكين حبيبي قضى نص عمره عندي والنص الثاني بالمعتقل. ربنا يفك أسره إن شاء الله. ما هو يا ناجي بيه عشان ناس تعيش لابد ما ناس تانية تدفع الثمن. هما اعتقلوا لي؟ كان بيجيب عنده عالدار ناس من المقاومة مطلوبين ويخبيهم وبعدها ما رجعش، بس إن شاء الله إن شاء الله حيرجع يا ناجي بيه. إن شاء الله حيرجع أبو طارق. وهدول حامد ونجيب وياسر الصغير، الشباب حيعجبوك يا ناجي بيه. ربنا يخليهم لك أبو طارق. الله يسلمك. يا نهار اسود، ده البيت كله سلاح. يا ابني فاكر نفسك في شرم؟ الناس دي بتضرب كل يوم، يعني لازم يكون عندهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انا طول عمري بسمع ان اللي بيعانيه اهل غزه من التلفزيون، لكن اول مره احس ان هم تعبانين قوي كده. شيء فظيع قوي ان الواحد يعيش طول عمره متهدد كده بالموت. ايه ده ايه ده، موت ايه ونكد ايه؟ انتوا هتقلبوها غم، افتكروا لنا حاجه حلوه.
امسك. انا عارف الظروف هنا صعبه واحنا هنقعد عندك اسبوع، فلو سمحت لي يعني بعد اذنك ده مبلغ صغير كده. رجع يا اخوي، رجع مصاريك بجيبتك يا اخوي، هذه اهانه وما كنتش حابب تكون بدايه علاقتي معك زي هيك. ما فيش تكليف بينا يا ابو طارق. يا اخوي الحمد لله الخير كثير، وانت زي اخويا والشباب زي ولادي، وما بيصيرش تقول هذا الكلام يا اخوي، ما بيصيرش، احنا اخوه. ما هو برضه لما انت تميل على اخوك في حاجه وهو يميل عليك في حاجه تانيه فيها ايه يعني؟ سكر على هالموضوع، الله يرضى عليك يا ناجي. الشاي وين؟ الشاي وين؟ الولد اللي راح يعمل الشاي؟ الشاي يا عبد الجليل لعمك ابو طارق بسرعه. الشاي يا كبير. اهلا. ايه ده كله؟ الله يخرب بيتك، انت خلصت لهم كده الشاي والسكر بتاع البيت كله؟ والله يا دوبك يا باشا. الله، امال فين الشباب؟ طلعوا فوق. الله، طب والشاي؟ اطلع ازعجهم يا عبد. ايه اعزائهم دي يا باشا؟ لا مؤاخذة، اطلع نهلهم من فوق. حاضر يا باشا. اسمع يا ناجي بيك، انا ما بعرفش تفاصيل، بس انا واثق من انكم رح تعملوا اشي كبير لهالوطن، واللي بيجي لحد هان وشايل كفنه على ايده لازم يعرف انه احنا كلنا بخدمته. بس اهم حاجه طبعا يا ابو طارق، ما حدش يعرف ان احنا قاعدين هنا. ما تحكلش هم يا ناجي بيك، بيت زياد ما فيش حدا يسترجي يقرب منه. اهلا وسهلا، اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم.